ومن الأخبار العالمية إلى الرياضة، الأهلي يستقر على بيسيرو مديرا فنيا وتوابع فضيحة مصر والسنغال. قبل قليل أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق، خلفا لفتحي مبروك الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الكونفدرالية. وسيتولى جوزيه بيسيرو مسؤولية تدريب الأهلي عقب مباراة السوبر والتي سيقودها فنيا عبد العزيز عبد الشافي، ويمتد عقد المدرب البرتغالي مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط. المصري اليوم بتكشف في عدد بكرة سوابق الشركة الهولندية الراعية لمباراة مصر والسنغال، وإن فضيحة إلغاء مباراة هي رقم 5 منذ تعاقدت الشركة مع اتحاد الكرة على تنظيم عدد من المباريات الودية منذ 2014. وتضمنت سوابق الشركة الهولندية إلغاء مباريات مصر مع غانا وغينيا الاستوائية والمغرب، والتسبب في التقدم بشكوى لدى الفيفا ضد مصر بعد حجز جوازات السفر الخاصة بلاعبي المنتخب الغيني بسبب خلافات مالية بين الشركة. ومعنا على الهاتف لمزيد من التفاصيل الأستاذ محمد الشرقاوي، رئيس قسم الرياضة بالمصري اليوم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. سؤالي لحضرتك هو عن تعيين المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. هو زي ما حضرتك قلتي ان النادي الاهلي تعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لمده موسم. مجلس اداره النادي برئاسه محمود طاهر كانوا في حاله انعقاد مستمر، في حاله طوارئ بعد الخروج المهين في بطوله كاس الكونفدراليه قدام اورلاندو الجنوب افريقي، بحثا عن مدير جديد يقود الفريق. تعرض على مجلس اداره النادي الاهلي عشرات المدربين كانوا بيفضلوا بينهم، وهم كانوا ميالين في مجلس إدارة النادي لاختيار المدرسة البرتغالية. اللي خلى بيسيرو كفته ترجح على بقية المدربين هو أنه كان له سابق تجارب في الدوري السعودي ومع المنتخب السعودي وبرضه في الدوري الإماراتي، وبالتالي شاف مجلس إدارة النادي الأهلي أن بيسيرو عنده خبرة بالكرة العربية، بالإضافة إلى أن سنه في منتصف الخمسينات تقريبا والسي في بتاعه مميز ودرب أكثر من فريق في البطولة، وبالتالي مجلس الإدارة بيعمل أنه يبقى ده هو المدير الفني المنشود اللي المفروض هيقود الفريق فيه لمدة موسم. وزي ما حضرتك قلت برضه أنه هو هيقود الفريق بعد مباراة السوبر اللي هيقودها عبد العزيز عبد الشافي. المفروض أن بيسيرو هيوصل القاهرة خلال 48 ساعة علشان يوقع العقود رسميا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وهيشوف وهيتابع مباراة الأهلي والزمالك اللي هتقام يوم الخميس الجاي في السوبر علشان يتابع الفريق ويتعرف على اللاعبين. بشكرك جدا يا فندم.